محمد من بعقوبة، عمري 24 سنة. أنا صراحة كملت ساز، دخلت كلية هندسة، دخلت سنة ثانية وصراحة يعني اهتمامي مو بيها، فتركت من سنة ثانية، تركتها العام تقريبا. فمن العام الهندسة التجأت إنه للعطور. أنا صراحة من أنا صغير يعني عندي خوالي يشتغلون بعطور مثل التسعينات تقريبا هيك شيء. فمن انا صغير انه وعيت على العطور وهيك شيء، يعني كنت اروح بيت جدي في سبيل انه اشوف خالي ايش جايب عطور جديد او اشوف ايش مسوي عطور او هيك شيء. احبهم يعني، صارت لي انه هوايه العطور وتجميع العطور وهيك شيء يعني. فعطور انه صارت هوايتي المرتبه الاولى صراحه. كطموحي يعني بدي اكمل دراسه واخذ شهاده وتقعد، لان فاني طموحي انه خارج مجال الدراسه اطلاقا. يعني جت انه التجائي للعطور او شغله ثانيه اكثر من ما انه للدراسه، لان صراحه كلنا نعرف انه تتخرج تقعد، لازم تتجه انه شغله ثانيه. فاني حولت من هوايتي انه فتشي مصدر رزقي. فكره العطور من زمان ببالي، فخوالي شجعوني عليها، طوروها انه طوروا الفكره ببالي، طرحت الفكره على اهلي على شيء على ابويا، فكل شجعوني والله، كلهم شجعوني قالوا ابدي. فقلت لهم اني ابدي انه من الصفر، ابدي اني اكون نفسي صراحه. فبديت شويه شويه لما الله يسرها علي، وقلت افتح محل حتى في سبيل انه شلون تقول اصير الاول بخلط العطور وهيك شيء، لان عندي هوايه كلش مو طبيعيه بيهم. خوالي انه كلش ساعدوني انه بنقل العطور وغيرها، وحتى ساعدوني ماديا الصراحه، وساعدوني معنويا. فمثل ما يقول قدرت اسوي هالمحل صغيروني حتى اعتمد على نفسي. لا من زمان الصراحه انا ما احب اعتمد على احد، اعتمد على نفسي وبس. الحمد لله والشكر انه ما خاب ظني بكل هواي شغلات. تراكيب العطور وهيك شيء يعني بحكي لك، تراكيب الصراحه عطور بحر، يعني بحر مو كلش مو طبيعي. يعني تقدر من نوعين عطور تمزج يعني 20 او 30 عطر تطلع، حسب التركيز مالتهم، حسب النسبه مالتهم، نسبه خلطهم ويا الكحول، نسبه خلطهم ويا العطر الثاني. يعني حسب اذا اقدر لك ثلاث انواع عطور انشئ لك 20 نوع عطر الصراحه. انشئ لك عطر هادئ، عطر قوي، عطر يعني مثل ما يقول شلون اللي تحبه انت، شلون تحبه انت اقدر انشئ لك اياه. لان العطور صراحه قلت لك عالم كلش كبير وبيه هواي تفاصيل. فاساني انا تقريبا عندي 200 نوع عطر هنا، هذول اقدر انشئ بيهم 2000 نوع عطر صراحه، من مزجهم وتجانسهم مع بعض اقدر انشئهم. اكو مرات عطور تخلي انه كميه كلش كبيره من نوع عطر او نوعين، تخلي وياهم كميه ثانيه كلش صغيره مثل قطره، راح يغير لك العطر بالكامل. يعني قطره من عطر ثاني حيغير لك عطر كامل.